انا ما شفتوش. لا أبيد الساعة 5:02 في المنطقة المسماة منطقة غابة خردوش بلدية دائرة بوراية. شبه الحريق وسط 4 تجمعات سكنية اللازمة لمجابهة هذا الحريق والمتمثلة في حوالي 50 شاحنة زائد 200 عون. بالنسبة للخسائر المسجلة 30 هكتار أدغال زائد صنوبر الحريق. بالنسبة للأملاك المنقرضة حوالي 250 هكتار، أي باقي الغابة. بالنسبة للولايات التي تدعمت بها دائرة بوراية، ولاية شلف، ولاية عين تفلة، ولاية الجزائر، حاليا نواصل عملية الحراسة لمجابهة أي إعادة لاندلاع هذا الحريق مرة أخرى. شكرا.